صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير زملائي في الاستديو، يا مرحبا بكم وياي في جوله جديده من جوله فقره سوقنا من سوق الجبيل. حياكم الله ويانا، مثل ما تشوفون وياي ما شاء الله بعد مجموعه من السياح اليوم جايين هنا في السوق يتجولون طبعا ويتعرفون على سوق الجبيل ويطالعون شو فيه شو ما فيه. ما شاء الله مجموعه كبيره، الله يخلي الجماعه ما قصروا وياهم بعد ياسي يدلونهم المكان وكذا. بنتعرف وياكم اليوم على اسعار الاسماك الموجوده عندنا، ونبدا وياكم من الدكه هنا. عندنا مجموعه من الربيان طبعا احجام مختلفه، خلينا نشوف وياكم. السلام عليك. السلام. كيف حالك بيه؟ شو الاخبار؟ الحمد لله. خبرني شو الربيان هنا عندكم؟ هذا ربيان كبير عمي، هذا 65 هذه. 65 السعر الربيان؟ اي زين فريش، هذا طازه. طازه. فريش 100%. ملوين هذا ملوين؟ ماله مانع. بالعمان، انزين والوسط هذا مال ايران، في هذا كيلو 40 درهم. كيلو ب 40. 40. وهناك؟ هذا بعد عمان في 40 درهم. 40. بالعمان، وهناك هذاك من المزارع اخر واحد؟ لا هذا مال البحر، هذا مال البحر. ثلاثة هنا ثلاثة مال البحر، وهناك؟ مال ايران هذا مال المزرعة. هذا بعد. انزين هناك كم السعر هناك؟ هذا كيلو 25. 25. ايوه. يعني 25 و40 و45 و65. 65 الحبات الجامبو التايجر. تايجر شوي كبار على 65، سعره شوي نازل، امسات كان على 80 و75، اليوم على 65. انزين بعد بنشوف بنكمل وياكم، بنطالع الدكه الثانيه هنا. عندنا ما شاء الله الجش، وعندنا الشعري، وعندنا الهوامير، وعندنا الكوفر، وعندنا الحلوايو، وعندنا حبه جين هنا ونياسر. عندنا النيسر، انا خلينا نشوف وياكم نتعرف وياكم من هنا. انزين بواليل، خبرني اول شيء الجش كم واصل اليوم؟ جش عمي هذا كيلو 25. 25؟ زين الحمد لله طازه. 25 جش. انزين والشعري هنا؟ الشعري هذا شوي وسط، هذا 15. 15. أيوة. 15 للكيلو طازه فريش. انزين والبواليل هنا كم؟ هذا الكوفر. الكوفر كم هنا؟ الكوفر هذا 35 عمي. 35 الكيلو؟ كان 40 سوى 35. أيوة. نزل سعره. وهناك البواليل كم؟ اول 30 علينا، دي هذا 25. 25 واصل. ايوه واصل. 25 السعر اللي هنا. زين عطنا هنا الحلوايو؟ هذا اول واحد كيلو 30 ريال، شوي ارخص. كم اليوم واصل؟ اليوم هذا سمك زياده 15. 15 واصل. أيوة. 15 من 35 الى 15. والنيسر كم هناك نياسر؟ 20. 20 كيلو؟ ايوه 20. حبات كبيره ما شاء الله مثل ما تشوفون نياسر على 20 درهم. يعطيك العافيه. بننتقل وياكم مشاهدينا الكرام بعد دكات ثانيه هنا. عندكم مثل ما تشوفون وياي هنا مجموعه السمك المستورد، طبعا المستورد عندنا السبريم، وعندنا السيباس، وعندنا البياح المصري، وعندنا شو هناك البلطي. البلطي البلطي. خبرني زين كم هناك، كم واصل السعر؟ كيلو 10 درهم. كيلو ب 10. كيلو ب 10، امسات كان على 12، اليوم على 10. والبياح هنا؟ بيا 22.5. 22.5. والسيباس؟ سيباس 37. 37. سيباس صار له شهرين 37، ما نزل السعر مثل ما هو. وال كيلو 30. سبريم كم؟ كيلو 30. كيلو ب 30. كيلو ب 30 السبريم كان على 35، 33 صار له فتره طبعا، الحين واصل على 30 درهم. هذا تقريبا من راس خيمه ولا التركي هذا؟ هذا التركي. هذا التركي هنا. بنشوف عندكم هنا بعد مشاهدينا الكرام الدكه الثانيه. عندنا الشخيري، وعندنا الفرش، وعندنا الحمراء، وعندنا هاي مضريس ولا هذا شنكر؟ شنكر. شنكر. اي الشنكر على كم اليوم؟ 35. 35 الشنكر. حب وحده الشنكر على 35 الكيلو، مثل ما تشوفون يا رفعه شنكره هنا على 35 الكيلو. الفرش كم واصل؟ فرش 20 الكيلو. فرش ب 20. نعم 20 كان 30، 25 اليوم على 20 واصل. نعم. وهنا الشخيري كم واصل؟ كيلو 20. كيلو ب 20. نعم كيلو ب 20 ما شاء الله. زين امسات على 40. نعم. اليوم على 20 كيلو. نعم. شو بعد عندك هنا؟ خلينا نشوف الكوفر. نعم. وهالسمان هنا، السمان على كم؟ سمان كيلو 40 الكيلو. كيلو ب 40 واصل. نعم. سمان كيلو ب 40 مشاهدينا الكرام. وقلنا الحلوايو على 20، وعندنا هنا شو بعد؟ الكوفر. كوفر كم قلت لي؟ كوفر 30. 30 الكيلو. نعم كيلو ب 30 الكوفر، كان من 45 الى 30 سعر السوق اليوم مشاهدينا الكرام. السعر نازل من ناحيه الربيان والسمك مثل ما شفتوا وياي، كان على الربيان كان عفوا على 70 و80، اليوم على 65 و40 و35 ولين 20 درهم اللي هو من المزارع. والشعري مثل ما شفتوا نازل، واصل كيلو ب 20 امسات على 40، اليوم كيلو على 20. والفرش على 25. وعندكم الكوفر كان ب 40، اليوم على 30، قلت لي 30 درهم، يعني اليوم السوق سعره نازل. حياكم ويانا.
جولتنا مستمرة معاكم مشاهدينا الكرام، حاليا متواجد أنا في قسم ثاني من سوق الجبيل، طبعا مثل ما تشوفون ورايا قسم اللحوم والدواجن. بنتعرف وياكم اليوم على محل عنده ما شاء الله خلطات متنوعة، عندكم شيش طاووق، همبرجر وريش ريش وشو بعد، خلينا نشوف وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير، كيف الحال؟ صباح الفل. طيب اسم الكريم؟ عفوا، عثمان. باش عثمان، كيف حالك؟ عثمان خبرني ما شاء الله، شفنا عندك اشياء شوي منوعة هنا، خلينا نفتح الثلاجة بنعرف السادة الجمهور على الاشياء الموجودة اللي عندك هنا. خبرني عندك هناك الصياني الصينية الأولى شو فيها هنا؟ والله باش الصينية الأولى ديت كفتة مشاوي خروف استرالي. كفتة مشاوي خروف استرالي. انزين، على كم الكيلو هناك ولا كيف تبيعون انتم؟ كيلو 30. كيلو ب 30. كيلو ب 30 طبعا. انزين، والبرجر هنا الدجاج؟ والبرجر الدجاج كيلو 30. كيلو ب 30. كم حبه تطلع الكيلو؟ الكيلو ممكن يطلع 12 حبه. 12 حبه ما شاء الله. وهناك الدجاج؟ والدجاج نفس الشيء، نفس الشيء ب 30 درهم. انزين، وهاي الصينيه الخضراء هاي عجيبه، هاي شو هذا؟ انا اتحسبها مساعة هذا حلاوه طحينيه. لا دي اسمها كفته رز يا باشا. كفته رز. كفته رز يعني اللي يشتري عندك كيف يشتريها؟ بالكيلو بالكميه صينيه كيف يعملها؟ كيلو يعني بصبحها كده زي الكفته ولا في الزيت. يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله يعني، بتاعت شغل مصر. انزين، هاي كيف تتعمل ولا خلطه سريه؟ لا خلطه باشا. ها، خلطة سرية. خلطة سرية ما تبى تخبرنا عنها؟ خلاص عقب الهوا بنتكلم وياك، عطني الخلطة انا بنسويها. زين تفضل. الله يعزك، طول بعمرك. هناك الصحن الثاني شو هناك؟ الصحن ده باشا دي كفتة طرب. كفتة طرب هاي طبعا المعدة ولا حاجة لافينها انتم بشيء صح ولا لا؟ دي كفتة طرب. وكفتة ايه بس ولفها الطرب. طرم اللي هو الاحشاء، اللي هو الاحشاء. الاحشاء ايه، الاحشاء مال ذبيحه. انزين، وبنرجع هني عندك الصينيه هاي شو هنا؟ ديت كفته مشاوي عجل باكستاني. ها، عندك الغنم وعندك العجل بعد ما شاء الله. على حسب الزبون بيجي، يعني يبغي الغنم ولا يبغي اللي يسمونه هو العجل. بس الزبون بيغوى العجل اكثر عن الغنم. بيغوى لا، الزبون اللي هو السوري بيغوى الخروف على طول. على طول يعملون الصفيحه ويعملون الخبز اللي هو نسيت اسمه بعد، عرايس ولا هذا. زين، خبرني هنا شو عندك بعد؟ دي تكه. تكه الدجاج. تكه الدجاج هذه خلطه الروب. خلطه الروب. انزين، واللي عدالها شو؟ واللي بعدها خلطه الدجاج بس بكاتشب وحاره شوي. حاره شوي. واللي عدالها دي كرك. كرك كركم. كركم كركم اقول خلطه كرك جديده بعد. زين، والصحن الصغير هناك؟ الصحن ده ريش خروف. ريش خروف. زين، الحين شفنا عندك الخلطات ما شاء الله هنا، وعرفنا الاسعار تقريبا كل كيلو ب 30 درهم تقريبا. كل كيلو ب 30 درهم. زين، بخبرنا بعد عندك، انا اشوف مجموعه من خله مفتوحه، عندك مجموعه من اللحوم هنا، خبرنا عنها. لحم عجل طبعا مثل ما اشوف، خبرني شو هنا؟ دي عجل هندي بتلو. على كم السعر هنا؟ والله الناس بتبيعه ب 35 و 32، انا يعني بزبون بيجي بتاع بقى بهون معاه. ايوه يعني 30 30 درهم تبايعه. ما برضاش اتدقى مع الزبون يعني. ما شاء الله، جزاك الله خير. انزين، وهناك الثاني؟ دي بقى عجل باكستاني. انزين، شو الفرق هنا وشو السعر؟ لا الفرق هنا ان دي عجل بتلو هندي. ايه، هذا الصغير العيل العجل هذا الصغير. انزين، وهنا؟ ودي عجل باكستاني. انزين، هنا السعر كم ما شاء الله؟ السعر هنا 28. 28. والكبد على كم الكيلو؟ والكبدة ب 25. 25. انزين، وهناك القطع الصغيرة الثانية شو عندك هناك؟ دي باشا دي عجل، دي خروف هندي. خروف هندي. على كم بعد هنا؟ الناس بتبيعه برضه في ناس بتبيعه ب 35 وفي ناس بتبيعه ب 36، انا ببيعه ب 32. ب 32 الكيلو. مع العظم طبعا مع هنا العظم. خروف الهندي والباكستاني هذا ولا شو؟ الباكستاني شيء ونفس السعر. نفس السعر. نفس الشيء 32. 32. يعطيك العافيه، شكرا يا عثمان ما قصرت، يعطيك العافيه. مشاهدينا متابعينا الكرام، مثل ما شفتوا ويانا اليوم اسعار اللحوم فيها يعني اسعار شويه نازله. امسات العجل كان على 35، اليوم على 30 ينباع، والغنم كان ب 34 اليوم ب 32 درهم. ومثل ما شفتوا وياي بعد عندنا هنا خلطات جاهزه الموسم جاي، الجماعه اللي يحبوا يسيرون البر واللي يبغى يتكشت الامور هذه جاهز، تعال اشتر لك انا بالكميه اللي تباها، توكل على الله على البر. حياكم الله ويانا، تابعوا الفقره، بنسير مكان ثاني بعد. حياكم. قسم
الخضار والفواكه طبعا في سوق الجبيل. نبدا وياكم جوله بعد الاخيره هنا. عندنا الاخ شو اسمك انت ابوي؟ قاسم. اسمه قاسم. كيف حالك قاسم؟ الله يعطيك العافيه قاسم. اليوم الكل حد يتكلم طماط عندك او طماط في السوق غالي. خبرني الاسعار كم اليوم الطماط؟ هذا كيلو ولا هذا بكرتون؟ الكيلو كم هناك؟ كيلو هذا ب 5 ريال. 5 ريال 5 دراهم اللي هو المحلي. ها 5 دراهم 6 دراهم. انزين وهنا هذا 4 دراهم. ملوين هذا؟ مال اردن. اردني. وعندك اللي ورا هنا السحاره، تعال شوي ورا هنا. هذا ملوين هنا؟ مال هندي. هذا الهندي. مال هندي. الهندي صار له فتره موجود. بعد كم الهندي واصل؟ هذا هندي بس 3 ريال. 3 ريال 3 دراهم، درهمين ونص تقريبا للكيلو. والسحاره كامله كم؟ هذا كاتون 15 15 15. وهني هذا ب 22 22. والمحلي محلي بس كاتون يجي بس كيلو يجي 5 ريال 6 ريال. هذا لا الكرتون كم؟ كرتون يجي بس 30 30 30 بس 30 وايد رخيص ما شاء الله. زين تعال خبرني اللومي هنا شو عندك؟ اللومي يجي هذا في كيلو 4 ريال. هذا مال عصير طبعا. عصير اي عسب الناس تعرف انه هذا في ليمون وليم لايم. هي اللايم لايم والليمون هذا هو ترى. زين هنا على كم الكيلو؟ هذا كيلو هذا كيلو 8 درهم 10 درهم. هذا 6 درهم 7 درهم. هذا 6 الى 7 درهم. زين البطاطا ملوين عندك؟ هذا اردني بس. اردني على كم واصل؟ هذا وصل هذا كاتون كيلو 4 درهم 3 درهم ونص. وزوني ايه بس 15 20 15 20. زين خس هنا كم واصل؟ خس 5 درهم. 5 درهم كيلو. يعني الاسبوع الطاف كان 4 اليوم على على 5 درهم. يجينا كل سمان يشتري بس 4 درهم. زين خبرني هناك اليونيه، تعال تعيا قدام شوي. اليونيه هنا على كم البصل؟ بصل هذا 20 25 هذا 20 25. والكيلو؟ كيلو ريالين. كيلو درهمين. كيلو درهمين. درهمين نص درهمين سعره ما تغير البصل. يعطيك العافيه. بننتقل وياكم مشاهدينا مثل ما شفتوا شوي الخضره. عندنا شوي الخضره شوي الاسعار شوي مرتفعه عن المره اللي طافت. الارتفاع شيء بسيط من درهم الى درهم ونص الى درهمين. وشوفوا وياكم هنا بعد عندنا دكه ثانيه. دكه ثانيه تعال. السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله. تعال تعال هالصوب. تعال هالصوب. تعال هالصوب. خبرني هنا اول شيء اللي يحكم واصل هنا درهمين. درهمين درهمين ما تغير سعره. درهمين هذا الايراني. ها ايراني هذا كله سوق في ايراني. ايران. انزين شمام هنا ملوين عندك؟ شمام في مال ايران في مال اردني في مال عمان في. خبرني الاسعار كم هنا السعر؟ هذا في ايراني في هذا 4 دراهم. 4 دراهم. عماني في 5 بعد اردني في 6. 6 دراهم. انزين خبرني العنب ملوين هذا؟ هذا في مال ايراني في هذا في مال لبنان بعد في مال تركي. انزين شو الاسعار سعر كم هنا؟ سعر رخيص هذا هلبا 12 احمر. العلبه هاي كامله 12 12 درهم. كم فيها ممكن كيلو؟ كيلو شوي يمكن. كيلو هذا كيلو تقريبا على 10 درهم. في 10 درهم هلبا واحد هنا ب 10 10. وهناك هذا في كيلو 10 درهم. 10 درهم. رمان يعني. رمان عندك مصري ويمني؟ مصري. مصري هذا. مصري كم واصل؟ مصري في هذا كيلو 5 درهم ما شاء الله. مثل ما تشوفون جايه حبه الرمان اللي هي تينا من مصر هنا على 5 دراهم. صندوق روكي هذا كامل 20 درهم. صندوق كم؟ 20 20 درهم. 4 كم حبه داخله؟ حبه ما في كيلو 4 كيلو. 4 كيلو ها على حسب يعني. ايوه ترى الكرتون يجيكم على حسب الحبات بال 4 كيلو ب 20 درهم الصندوق. انزين تعال هنا قدام خبرنا التفاح الافوكاتو وهنا شو عندك خبرني؟ هذا في مال التفاح في مال الايطالي في مال فرنسي في احمر. كم سعر؟ هني كم؟ هذا كيلو 6 درهم. هذا كيلو 7 درهم. كيلو 7 كيوي. ايراني في 5 درهم. هذا كبير كيس هذا 10 درهم مال نيوزيلندي جرين. نيوزيلندي. والبرتقال هنا؟ برتقال 4 درهم كيلو. 4 دراهم. والشيكيتا كم واصل اليوم؟ شيكيتا اليوم شويه قال لي 5 درهم اول في 4 درهم. اليوم شويه صار شويه اليوم زايد. لا العكس هذاك اليوم كان على 6 درهم واليوم 5 يعني شويه نازل بعد مختلف السعر. انزين بشوف وياك هنا شو عندك بعد؟ مال اليمن. رمان. رمان اليمني. رمان اليمني كم الكيلو؟ كيلو 7 كيلو 7 درهم. كيلو الرمان اليمني تشوفونه كذا بس والله العظيم طعمه غاوي غاوي. انا دوم اخذ منه الكيلو على كم؟ 7 قلت لي 7 درهم. 7 درهم. 7 درهم. تمام. يعطيك العافيه مشاهدينا متابعينا الكرام. اتمنى ان شاء الله اليوم جولتنا وياكم تكون استفدتوا منها من سوق الجبيل. اخذنا جوله كامله طبعا اللحوم والخضره والاسماك. يعطيكم العافيه. تابعونا إن شاء الله في حلقة جاية. مع السلامة.